بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا في البيت قطو، واذا صلينا يبعد ينقط على السجاده ويعني يقطع الصلاه وحاجه زي كذا، ما ادري، فبيعرف يعني انها تقطع الصلاه ولا ما يقطع. من عادة القطو انه يلعب ويعبث، هذا من عادته، ولا يقطع الصلاة. لا، القطو لا يقطع الصلاة ولو مر من أمام المصلي. نعم.